وينضم إلينا عبر الهاتف الآن دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتكم ومساء الخير. طبعا الدولة مهتمة اهتمام بالغ بالزيادة السكانية، أثرها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد. الدكتور مصطفى مدبولي أكد عزم الدولة على التعامل مع كافة معطيات هذه القضية السكانية في خطة قومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، والحكومة طبعا لديها إرادة قوية لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة. كيف رأيت إلى هذه الأولوية وهذا الاهتمام من مجلس الوزراء بقضية الزيادة السكانية؟ يعني خليني ابدا الاول بكلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في 2017 في مؤتمر الشباب في اسكندريه لما قال ان اكبر خطرين بيواجهوا مصر هو الارهاب والزياده السكانيه. ايوه. يعني حضرتك لو عايزين نبص بنظره اشمل، الدوله المصريه يمكن بتحارب الزياده السكانيه من فتره طويله، يعني تم انشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاسره سنه 1965 كان في عهد الرئيس كمال عبد الناصر، سنه 1972 بقى اسم المجلس الاعلى لتنظيم الاسره والسكان، سنه 1985 بقى اسم المجلس القومي للسكان. فلما اقول ان الدوله المصريه ابتدت سنه 1965 وانت دلوقتي في 2020 يبقى انت بتتكلم على 55 سنه. يمكن نقول الفتره الزمنيه دي طويله، دول كتير يمكن ابتدت مع مصر في ملف الزياده السكانيه وقدرت تخلص الملف ده من 10 15 سنه. يمكن الدوله المصريه في اخر كام سنه نلاقي ان احنا اتحقق انجازات خياليه. أيوه. في كل الملفات ما عدا الملف ده لسه محتاجين بقى يمكن بدايه حسنه ان الدوله نبدا ان الملف ده يتحط على التراك الصحيح، عشان زي ما قلت لحضرتك النجاح الحقيقي انك تقفل الملف ده، ما نتكلمش تاني ان احنا عندنا زياده سكانيه، نكون قدرنا نسيطر على معدل النمو السكاني المتزايد. يمكن زي ما قلت لحضرتك عشان ودي اولويه للحكومه دلوقتي يا دكتور عمرو. طبعا، ويمكن بنقول ان هي اولويه ان لازم دايما يبقى في توازن ما بين حاجتين، معدل نمو اقتصادي ومعدل النمو السكاني. يمكن من قبل ازمه الكورونا الدوله المصريه بتحقق طفرات في معدل النمو الاقتصادي، بس عشان المواطن في الشارع يحس بكل هذه الانجازات وثمار التحسن الاقتصادي لازم تسيطر على معدل النمو السكاني. صحيح. فدايما نقول النمو السكاني لازم ينزل تماشيا مع ان النمو الاقتصادي يزيد. يمكن ناس كتير في مصر تقول لك طب ما انت عندك دول كتير عددها زياده، نقول هي المشكله مش في عدد السكان، هي في حاجه اسمها معدل النمو السكاني. ايوه. يعني انا معدل النمو السكاني عندي في مصر حوالي اربع اضعاف اي دوله متقدمه او اربع اضعاف دوله زي الصين، فبالتالي ده بيبقى ضغط اكثر على موارد الدوله المصريه. ويمكن قبل كده كان السيد رئيس الوزراء كان ضرب امثله بدوله زي المانيا، ويمكن لو عاوز ابص لك حتى على المثل ده بطريقه اشمل اقول لك سنه 1955 كان عدد سكان مصر 23 مليون ونص. أيوة. كان عددنا صغير وحلو ومبسوطين. احنا دلوقتي 3 اكتوبر 2020 انا 101 مليون، يعني انا زدت من 55 لغايه دلوقتي زدت بالظبط اكثر من 77 مليون. طب دوله زي المانيا سنه 1955 كان عدد سكانها 71 مليون ونص، يعني المانيا سنه 55 كانت اكثر من ثلاث اضعاف. أيوة. انا كنت 23 مليون ونص والمانيا كانت 71 ونص، اكثر من ثلاث اضعاف. المانيا من 55 لغايه دلوقتي عملت ايه؟ كل الحكايه زادت من 71 مليون ونص ل 83 مليون ونص، يعني زادت 12 مليون، يعني في الفتره الزمنيه اللي انا زدت فيها اكثر من 77 مليون، المانيا زادت 12 مليون، يعني انا عملت الزياده السكانيه سبع اضعاف اللي المانيا عملته، يعني انت طلبت من الحكومه المصريه تبني مدارس ومستشفيات وجامعات وتوفر فرص عمل سبع اضعاف اللي اتطلبت من. صحيح. صحيح. ولو عاوز تبص لها بنظره اشمل كمان، احنا دايما بنقول لمصر انت قاعد في احلى حته في العالم، بتدفع ضريبتها دايما قصه الحروب، لما تقول سنه 55 انا دخلت في حرب 56 وحرب اليمن 67 واستنزاف وحرب اكتوبر المجيده وحرب الارهاب اللي بقى لها كام سنه وحرب الوعي اللي احنا فيها، يعني اقدر اقول لك ان دخلنا في سبع حروب من سنه 55 ابتداء من 56 لليمن ل 67 ل 73 لحرب الارهاب لاشرف حرب احنا فيها دلوقتي اللي هي حرب الوعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطه. فانا بقول لك انا عملت زياده سكانيه سبع اضعاف المانيا. شوف انا طلبت من حكومتي ضغطت عليها ازاي، دخلت في سبع حروب دوله زي المانيا من سنه 55 ما دخلتش في ولا حرب، واحنا بنقول دلوقتي حرب الوعي اللي احنا فيها دي صدقني تكلفتها اصعب
من كل الحروب اللي دخلناها قبل كده، حرب ان انا اغير كل المفاهيم الخاطئه قد يكون جوه دماغ الاسره المصريه ان العيال العزوه، ان انا اغير المفهوم ده، او قد يكون ان احنا الولد احسن من البنت فالاسره تخلف جابت ثلاث اربع بنات يقول لك لا انا عاوز لسه اجيب الواد، او ان هم يقول لك انك تتجوز البنات في سن صغير عشان تخلص من مسؤوليتها، فانك تغير كل المفاهيم الخاطئه دي وعي. عموما في خطة قومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، الحكومة الحقيقة عندها إرادة قوية لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة، أيضا كلف رئيس الوزراء وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وإتاحتها بالمجان. يعني الحكومة الحقيقة مهتمة اهتمام بالغ يا دكتور عمرو بهذه القضية. طبعا، ويمكن زي ما قلت لحضرتك في الآخر احنا بنتعامل بلغة الأرقام. أنا نأمل إن احنا إن شاء الله خلال فترة زمنية صغيرة نقفل ملف الزيادة السكانية دي زي دول كتير ابتدت معانا، يعني يجي في يوم من الأيام ما نحتاجش إن احنا نقول للناس أو ندي برامج للتوعية بخصوص الزيادة السكانية، وهو ده يمكن نقول ده التفسير الحقيقي للنجاح، إن احنا نقفل الملف ده تماما وما نتكلمش عليه تاني. نقدر؟ نقدر طبعا، دول كتير ابتدت معانا، مصر بتحقق طفرات في كل الملفات، فالدولة اللي قادرة إن تحقق طفرات في المجالات التانية تقدر الملف ده لو لما نشتغل صح ان شاء الله نقدر نحقق النجاح المطلوب. طيب يعني رايك ايه او وجهه نظرك ايه في اليه تنفيذ هذه الخطه؟ يمكن محتاجين نقول ان هي حرب وعي، محتاج اشغل كل الاسلحه، يعني محتاج سلاح الاعلام ليل ونهار دايما يبقى فاكرين القضيه دي، ما تبقاش بس قضيه موسميه نفتكرها مع تصريحات السيد الرئيس او تصريحات السيد رئيس الوزراء او لما بنوصل مثلا 100 مليون او 101، لا انا عاوز الاعلام يتكلم في كل المواضيع مش بس خطوط الزياده السكانيه. ايوه محتاج اتكلم مع الستات العاديه عن انواع وسائل منع الحمل، ايه الوسائل؟ طب ازاي ان الوسائل امان؟ طب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من الوسائل؟ اقنع الراجل في برامج ابدا اتكلم معاه ايه اهميه الاسره الصغيره؟ انت على المستوى الاقتصادي هتستفيد ايه؟ محتاجين دايما الاعلام يتبنى القضيه، محتاج خطاب ديني معاصر بيناقش ان هي الفكره مش في العدد، مش انك جايب كام عيل، لا ان انا ناقش ان هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هيتفاخر بينا يوم القيامه لما يبقى صحتك كويسه ومتعلم وقوي، فمحتاج خطاب ديني معاصر يكون على مستوى مصر كلها. أيوة. يعني نضمن ان الخطاب اللي بيتقال في الجامع الكبير زي في اصغر جامع موجود في اصغر قريه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا التحليل، الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، شكرا جزيلا لك.